لدي ولد يبلغ من العمر 15 عاما، ومنذ فترة أصبح يحدثنا عن الزواج وطلب منا أن نزوجه، ولكننا لم نأخذ كلامه محمل الجد، ولكنه قال: إن أردتم إنقاذي من الرذيلة فزوجوني، فإنه سوف يبعدني عن أشياء كثيرة أنتم تعلمونها، علما بأن له 3 إخوة يكبرونه سنا لم يتزوجوا، ونحن في حالة مادية متوسطة، هل يجب علينا تزويجه؟ إذا خفتم عليه من الوقوع في الزنا، وإخوته يعني ليسوا مثله، ما حصل منهم خوف على أنفسهم، فإنكم تزوجونه. أما إذا كانوا كلهم عليهم خوف من على أنفسهم، فإنكم تبدأون بالأكبر في الأكبر. وإن كان عندكم سعة زوجتوهم جميع فهذا أحسن. وأما عند الضيق وكونكم ما تستطيعون، إنكم تزوجونهم الأولى فالأولى، الأكبر فالأكبر. نعم.